السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطعنا عن خروف العيد أو دمية الخروف. رح أحتاج للمقطع طبعا 3 ألوان خيط. أنا حختار هنا اللون الذهبي والأبيض والأوف وايت، ورح أحتاج سنارتين كروشيه، واحدة مقاس 3.5 واحدة مقاس 2 ملليمتر. رح أحتاج مقاس إبرة للتنظيف، ماركر، خرزتين صغيرة للعيون، عداد الغرز عشان أعد الغرز، خيط خياطة عادي وإبرة مناسبة له، أحتاج دبابيس عشان أثبت القطع وحشوة. هذا كل شيء رح أحتاجه للمقطع، ورح نبدأ في المقطع على طول. رح أبدأ عمل الدمية بإني أبدأ أعمل إذن الخروف. هحتاج اعمل 2، انا عملت واحدة ورح اعمل الثانية معاكم. هبدأ باني اعمل دائرة سحرية بسنارة الكروشيه مقاس 2 ملليمتر. رح ارتفع سلسلة عشان اثبت الدائرة السحرية. داخل الدائرة السحرية رح اعمل 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5. أشد خيط البداية عشان أقفل الدائرة السحرية، والآن رح أشتغل بشكل حلزوني. رح أحتاج الماركر وعداد الغرز. حبدأ الدور الثاني بأن أضاعف عدد الغرز، أحط في كل غرزة من الخمسة غرز غرزتين حشو. في نهاية الدور الثاني رح يكون عندي 10 غرز حشو، 1 في نفس الغرزة، 2 3 و4 في الغرزة التالية، 5 و6 في الغرزة التالية، 7 و8 في اللي بعدها، 9 و10 في آخر غرزة. كده أكون انتهيت من الدور الثاني. رح أضغط في العداد إني أنا في الدور. الآن رح أعمل 4 أدوار، في كل دور غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. خلصت الدور الثالث، الدور الرابع كمان غرزة حشو واحدة في كل غرزة، 2 3. لا تنسوا تحطوا الماركر، 4 5 6 7
تسعة عشرة خلصت الدور الرابع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلصت الدور الخامس واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلصت الدور السادس. الدور السابع راح تناقص في كل غرزتين بواحد اثنين هدف في المرة منزل قافية إلى غرزة التالية حرتفع سلسلة أقص خيط طويل لأني راح أثبت بهذا الخيط كده. أكون عملت العدد الآن راح أعمل الرجول أعمل أربعة. أنا أريدي عاملة ثلاثة ورح أعمل الرابعة معاكم عشان أعمل الرجل. رح أعمل الدائرة السحرية ورح أشتغل داخل الدائرة السحرية ستة غرز حشو حتى في سلسلة للتثبيت. داخل الدائرة السحرية راح اشتغل ستة غرز حشو اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة راح اشد خيط البداية عشان اقفل الدائرة السحرية كده. أنا خلصت من الدور الأول. الدور الثاني راح أضاعف عدد الغرز في كل غرزة من الستة راح أحط غرزتين حشو. في نهاية الدور الثاني راح يكون عندي 12 غرزة حشو اثنين في نفس الغرزة ثلاثة وأربعة في اللي بعدها خمسة وستة في اللي بعدها سبعة وثمانية في اللي بعدها
9 و10 في اللي بعدها 11 و12 في آخر غرزة. خلصت الدور الثاني. الدور الثالث التزايد رح يكون عندي في ثاني غرزة، عندي هذه 1 في اللي بعدها 2 و3 في اللي بعدها 4 5 و6 في اللي بعدها 7 في اللي بعدها 8 و9 في اللي بعدها 10 في اللي بعدها 11 و12 في الغرزة التالية 13 في اللي بعدها 14 و15 في اللي بعدها 16 في اللي بعدها 17 و18 في اللي بعدها. الآن الدور الرابع والخامس، غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. هذه 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 في نهاية الدور الثالث الرابع 18 غرزة. الدور الخامس كمان 18 غرزة، هي غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. 14 15 16 17 18. الآن الدور السادس حيكون دور تناقص، أشتغل غرزة حشو واحدة وأحط الماركر في دي الغرزة. في الغرزة التالية راح ناقص، الغرزتين التالية راح ناقص فيهم، في اللي بعدها غرزة حشو، الغرزتين التالية راح ناقص فيهم حشو، بعدين تناقص وحكمل. بتروني بنفس الطريقة في غرزة حشو، وفي الغرزتين التالية حتناقص فيهم وخليهم غرزة حشو واحد. في نهاية الدور السادس حيكون عندي 12 غرزة حشو. الدور بغرزة تناقص، بعد ما خلصت الدور
السادس رح أبدأ أحط حشوة بسيطة، لأنه هو دا الجزء اللي أنا بحشي. الجزء الطويل هذا أنا ما بحط فيه حشوة، حشوتي بس في هذا الجزء. الآن من الدور السابع ناقص في ثالث غرزة حشو، إذن أول غرزتين حبدأ الدور بغرزة حشو في أول غرزتين، الثالثة والرابعة رح ناقص فيها. حشو في أول غرزتين والثالثة والرابعة رح ناقص في حشو اللي بعدها كمان حشو، آخر غرزتين في الدور رح ناقص في نهاية الدور السابع رح يكون عندي 9 غرز حشو. من الدور الثامن حتى الدور 23 غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق، يكون عدد الغرز عندي في كل الأدوار 9 غرز حشو، تقريبا رح أعمل 16 دور. صح اني حاطة الماركر بس بعد عندي 9 غرز حشو، خلصت الدور الثاني، ارجع مرة ثانية 9. خلصت الدور التاسع وحكمل بنفس الطريقة لين الدور 23، أنا حكمل خلف الكاميرا 16 دور وحرجع لكم. أنا حبدأ الآن الدور 23 اللي هو غرزة حشو واحدة في كل غرزة، 3 4 5 6 7 8 9. الآن الدور 24 حامل 4 غرز تناقص في 1 2
حسناتهم. أربعة أقفل بهم منزل في الغرزة الأخيرة. ارتفع سلسلة خبز خيط طويل لأني راح أثبت بهذا الخيط، أسحب الخيط من السلسلة. وبكده أكون انتهيت من الرجل. راح أعمل وجه الخروف بإني أعمل دائرة سحرية. داخل الدائرة السحرية راح أشتغل 6 غرز حشو. هذه 1 2 3 4 5 6. أشد خيط البداية عشان أقفل الدائرة السحرية. دوري الثاني بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزتين حشو في كل غرزة من الدور السابق. يكون عندي في نهاية الدور الثاني 12 غرزة حشو. الثالث راح تكون زيادتي في ثاني غرزة. هذه أول غرزة حشو. أحط فيها الماركر. في اللي بعدها راح تزايد. اللي بعدها حشو. اللي بعدها تزايد. في نهاية الدور الثالث يكون عندي 18 غرزة حشو. الدور الرابع زيادتي راح تكون في ثالث غرزة حشو. إذا أول غرزتين راح أشتغل فيها غرزة حشو واحدة. دي أول واحدة وهرجع الماركر. في اللي بعدها كمان غرزة حشو. في الثالثة راح أزايد. في الثالثة تزايد. كمل البترول بالعافية.
هالدور يغرز تزايد في نهاية الدور. الرابع رح يكون عندي 24 غرزة. الدور الخامس زيادتي رح تكون في ثالث غرزة حشو. رح ارجع الماركر. اذا في اول ثلاث غرز رح اشتغل غرزة حشو واحدة، في الرابعة رح تزايد. هشتغل غرزة حشو واحدة، في الرابعة راح نزايد، وحكمل بدروني بنفس الطريقة لنهاية الدور. دوري بغرزة تزايد. الآن رح أبدأ الدور السادس بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في أول أربع غرز، وتزايدي رح يكون في الغرزة الخامسة. 2 3 4 في الغرزة الخامسة راح أزايد، أكمل بتروني بنفس الطريقة، غرزة حشو واحدة في 4 غرز، ويتزايد في الخامسة. في نهاية الدور السادس المفروض يكون عندي 36 غرزة حشو. زي ما بدأت الدور بغرزة حشو راح أنهي الدور بغرزة تزايد. الآن الدور السابع والثامن غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابع. أنا الآن في الدور السابع، رح أعمل غرزة حشو واحدة في كل غرزة، أخلص الدور الخامس ورح أبدأ الدور الثامن بنفس الطريقة، غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. أنا حكمل خلف الكاميرا وأرجع لكم في نهاية الدور الثامن.
الآن هبدأ الدور التاسع بإني أشتغل غرزة حشو في أول 4 غرز وأتناقص في الغرزة الخامسة والسادسة. 2 3 4 وراح أتناقص في الغرزة الخامسة والسادسة. أكمل البتروني بنفس الطريقة لنهاية الدور. 2 3 4 تناقص في الخامسة والسادسة. 1 2 3 4 تناقص في الخامسة والسادسة. 3 المفروض يكون عندي 30 غرزة حشو. زي ما بدأت الدور بغرزة حشو راح أنهي الدور بغرزة تناقص. الآن راح أبدأ الدور العاشر اللي هو دور تناقص كمان. بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في أول 3 غرز. 2 3 وأتناقص في الثالثة والرابعة. 1 2 3 وتناقص في تقطيع الرابع. أكمل بتروني بنفس الطريقة لنهاية الدار. غرزة حشو واحدة في أول 3 غرز، تناقص في الغرزة التالتة والرابعة. المفروض يكون عندي 24 غرزة حشو. وزي ما بدأت الدور بغرزة حشو راح أنهي دوري من غرزة تناقص. من الدور الآن 11 لين الدور 14 4 أدوار، يعني راح أعمل غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور. الكاميرا 4 أدوار
غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق، وأرجع لكم في نهاية الدور 14. أنا خلصت الدور 14، الآن راح أغير اللون، أقص خيطي، لوني اللي راح أعمل بيه، اللي أنا مخترع عشان أعمل بيه جسم الخروف، راح أبدأ بيه وراح أستعمل فتلتي، وهستعمل سنارة الكروشيه مقاس 3.5 ملليمتر. شوي الشغل معايا صعب في هذا الدور، لأنه سنارتي كانت صغيرة، وخيطي الآن كمان عريض وسنارتي كبيرة. إذن حبدأ دوري بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة حشو من الدور السابق. يكون عندي في نهاية الدور 15 24 غرزة حشو. أنا حكمل خلف الكاميرا وارجع لكم في نهاية الدور 15. الآن راح أبدأ الدور 16، هو دور تناقص بإني أشتغل غرزة حشو واحدة في أول غرزتين، وحتناقص في الغرزة الثالثة والرابعة.
المفروض يكون عندي نعشان غرزة حشو، وزي ما بدأت الدور بغرزة حشو رح انهي دوري بغرزة. دور 17 كمان دور تناقص، راح اتناقص في أول حامل غرزة حشو في أول غرزة، وراح اتناقص في الثانية وفي الثالثة. في نهاية الدور 17 راح يكون عندي 12 غرزة. بدأت الدور بغرزة حشو، راح انهي دوري بغرزة تناقص. الآن راح أبدأ أحط الحشوة. دوري 18 والأخير راح يكون غرزة تناقص في كل الغرز. لين أقفل رأس الخرز.
5 هذا هو شكل رأس الخروف. الآن باللون الأبيض صنارة الكروشيه مقاس 2 ملليمتر. رح أعمل دائرة سحرية ورح أعمل داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو عشان أعمل عيون الخروف. 1 2 3 4 5 6 راح اسحب الدائرة خيط البداية عشان اقفل الدائرة اقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا بدأت فيها. راح اعمل واحدة تانية بنفس الطريقة
هذه اللون الأبيض راح أعمل الفم والخشم، انتهينا من الوجه. راح نبدأ الآن نعمل الجسم باللون الأوف وايت وفتلتين خيط وسنارة الكروشيه مقاس 3.5 ملليمتر. راح نبدأ نعمل الجسم، حامل دائرة السحرية، أشتغل داخل الدائرة السحرية 6 غرز حشو، 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
غرزة حشو، أول غرزة حشو راح تكون حط فيها غرزة حشو واحدة، في الغرزة الثانية راح أتزايد، في نهاية الدور الثالث يكون عندي 18 غرزة حشو. الآن الدور الرابع رح يكون غرزة حشو واحدة في أول غرزتين تزايد في الثالثة، بدأت الدور بغرزة حشو نهايته بغرزة تزايد، في نهاية الدور الرابع المفروض يكون عندي 24 غرزة حشو. الدور الخامس غرزة حشو واحدة في أول 3 غرز، ثلاثة تزايد في الغرزة الرابعة. كمل بتراني بنفس الطريقة، غرزة حشو واحدة في أول 3 غرز، 2-3 في الرابع واحد زائد، في نهاية الدور الخامس يكون عندي 30 غرزة حشو. زي ما بدأت الدور بغرزة حشو راح أبدأ الدور بغرزة تزايد،
للدور السادس لين الدور التاسع يعني 4 أدوار، رح يكون غرزة حشو واحدة في كل غرزة من الدور السابق. لما يصير عندي عدد الغرز 30 غرزة، إذا الآن أنا في الدور السادس أشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة. أنا حكمل خلف الكاميرا، هرجع لكم في نهاية الدور التاسع. أبدأ دوري العاشر بإني أشتغل غرزة حشو في أول 3 غرز، هتناقص في الرابعة والخامسة. في نهاية الدور العاشر رح يكون عندي 24 غرزة حشو. زي ما بدأت دوري بغرزة حشو راح أنهي دوري بغرزة تناقص. الدور الـ11 كمان دور تناقص، هشتغل غرزة حشو في أول غرزتين وراح نتناقص في الثالثة والرابعة. غرزة حشو في أول 2، تناقص في الثالثة والرابعة. غرزة حشو رح ننهي بغرزة تناقص. في نهاية الدور الـ11 حيكون عندي 12 غرزة حشوة
الآن رح أبدأ الدور الاثناش اللي هو دور تناقص، بإني أشتغل أول غرزة حشو وأحط الماركر فيها وحتناقص في الغرزة الثانية والثالثة. أشتغل غرزة حشو في اللي بعدها. حتناقص في الثانية والثالثة. وحكمل البترونة. كمل بتروني بنفس الطريقة لنهاية الدور. في نهاية الدور الاثناش المفروض يكون عندي 12 غرزة حشو، وزي ما بدأت الدور بغرزة حشو حنهي الدور بغرزة تناقص. كده أكون انتهيت من الدور الاثناش. الآن رح أبدأ الدور الثلاثاش والأخير بإني أتناقص في كل الغرز على قد ما أقدر. بدي واحد، اثنين، أقفل بمنزلقة في الغرزة التالية، أسحب خيط طويل،
الآن رح نحاول أقفل الفتحة.
الله.